بص بقى يا طارق، هبدأ معاك كده على طول. إمام عاشور ايه ده، عرفت ازاي؟ على طول. طبعا هبدأ طبعا بصفقة امام عاشور اللي بقالنا فترة تقريبا اسبوعين الوسط الرياضي كله بيتكلم على اساسها. حصل يجي لنا تليفونات كل شوية، انتوا في النادي الاهلي يقولوا لنا اه ولا لا. اكيد اكيد ما كناش بنصرح باي كلام حتى لو عندنا معلومة. كنا بنقول لحضراتكم دايما نلتزم بالقرار او التصريح الرسمي من يعني النادي الاهلي، وقد كان. وبالتالي احنا تاني يوم على طول بنتكلم في هذا الموضوع او منذ الدقيقة التالية يعني. لكن سمعنا كتير. هبدأ معاك من اول ما ابتديت انك تسمع عن صفقة امام عاشور لغاية اللحظة اللي تم الاعلان فيها بالامس. خليني اتكلم معاك في ده. لو هناخدها من البداية خالص كده، يعني خليني متفق معاكي، لا كأهلاوي ولا كناقد ولا كمشجع ولا كأي حاجة كان حد مصدق ان ممكن تكون الصفقة دي حقيقي، صحيح. لانه كان بعيد تماما عن مخيلة اي حد. يعني امام كان في فترة من الفترات هو بيتم تجهيزه انه يبقى كابتن بعد كده بعد شيكابالا، يعني هو اللي كان واخد اللي هو الحتة الجماهيرية، اللي هو النجم اللي هيبقى هو اللي بيقود الجماهير الزملكاوية. فعمره ما كان يجي في دماغنا ان في يوم وليلة يجي سكه الاهلي مثلا، وما كانش في مشاكل بينه وبين الزمالك مثلا حتى لما كان سايب الفرقه، ما كانش حد يتوقع. لحد ما بدانا بقى نشوف اعمالنا الصحفي يوم عن التاني عن التالت، لا الموضوع بيكبر، هنور الدنيا الدنيا احمرت بيه، وجاي في ليله التتويج كمان. يعني بص، هو صفقه يعني اعتقد وان شاء الله كلنا عندنا امل كبير ان هي تضيف كتير للنادي الاهلي. واثقين طالما تم خلاص ربط اسمه بالنادي الاهلي ان هو اكيد هيبقى فيه ثقه وفيه كلام كبير، وهنشوف ان شاء الله لاعب محترم. وانت عندك دلوقتي خط وسط للاهلي، خلي الافضل حد يعدي بقى. الافضل خلاص كده احنا خلي قفلناها حد يعدي مننا، قفلناها. سوليه، ديانج، امام عاشور، مروان، يعني ان شاء الله يضيف كتير. لكن زي ما انت قلت ما كانش في حد قوي قادر يصدقها. كانت صفقة، بس هي صفقة ايه يعني؟ صفقة قاضية قاضية فعلا بالظبط. يعني.